لو هي يجي لك طبعا انت مع مالك اكيد بداتوا المشوار مع بعض اكيد 4 سنين طبعا واتنين توام طبعا. صح. طيب كلمني برضو زي ما يعني مالك كلمتني كده، بطولاتك بدات مع الناشئين امتى، وصلت ليه يعني، كلمني كده. هو انا قبل ما 2019 كنت جايب اول جمهوريه، فالنادي كان بيحفز اللي جايب اول جمهوريه كان بيسفره تركيا، حلو. فكان في بطوله في تركيا دي اول حاجه سافرها، جبت ثالث جماعي وثالث فردي. طيب انت في 2019 حققت ايه مع النادي؟ 2019 هو انا دخلت المنتخب بس ما حصلش نصيبه وما كملتش. تمام. لا وكنت انا بتكلم انت سافرت تركيا بناء على ايه اللي حققته مع النادي؟ كنت جايب اول جمهوريه. ممتاز، عشان كده انت بقيت يعني النادي الاهلي ادالك فرصه ان انت تحتك في تركيا، لعبت هناك بطوله، عملت وجبت فيها ايه؟ ثالث فردي وثالث جماعي. ما شاء الله، الله اكبر. ده كان ده 2019. كان 2017. ده 2017 ده انت بدات دولي قبل ملك، صح؟ يعني فرق شويه. بعدها بقى فضلت اخش المنتخب وربنا ما يكرمنيش واسافر واطلع وكده، لحد ما جيت السنه دي وسافرت اليوث ليج في دبي، بس ربنا ما كرمنيش برضو، بس ربنا كرمني. كنت من اول 2019 لحد دلوقتي اول جمهوريه لحد ما شاء دلوقتي، الله. والحمد لله يعني. وكل سنه بخش المنتخب بس ما حصلش نصيبه وما سافرش يعني انت بس. من 2019 انت بطل الجمهوريه، وبطل الجمهوريه ده بيبقى الرانك رقم واحد، تخش مع المنتخب التصفيات اللي بتتعمل دي، بس ساعات بكسب وساعات بخسر. بس انت المره دي واخد تاني، فانت كده تمام، انت الحمد كده لله مسافر مع المنتخب ان شاء الله ان اي شاء بطوله الله. جايه. التصفيات بتاعت المنتخب دي خلصت امتى؟ يوم الاربعاء، هي كانت لسه قريب من جدا. الاثنين لحد يوم الاربعاء. وكنت معسكر مغلق وكده وبتاع. لسه المعسكر هيبدا ان شاء الله، يعني هم ده خلصوا البطوله المعسكر اللي بعد كلها. كده، انما لسه التصفيات ما كانتش معسكر. لا كانت في الاستاد القاهره عادي، كنا بنلعب مع بعض، وهي دوري واللي يكسب بنلعب الكسبان من الورقه الثانيه، ولحد ما يبقى ياخد اوله ثانيه بس. انت طلعت تاني، الله الحمد اكبر. يعني لله. انت وصلت، طالما وصلت فاينل خلاص. الحمد لله. طب انت مبسوط ان بعد يعني اصل 2017 انت نورت جامد قوي، وبعد كده حصل لك هو باتلك انا شويه، السنه اللي فاتت كنت برضو موقف عشان بطوله العالم، كنت موقف عشان ثانويه عامه، بس ربنا وقفت كرمني. مع ملك عشان طب ثانويه اسنان عامه. برضو لا انا بي اي اس، بزنس انفورماتيك سيستم. ما شاء الله. يعني انتوا توأم بس انتوا مش شكل بعض خالص، يعني كطموحات يعني انتوا في الشكل قريبين من بعض، بس كميول وكطموحات مختلفة خالص. طيب انت وقفت عشان ثانوية عامة. بس وبعدين ربنا كرمني، وانا السنه اللي فاتت كنت بسافر على بطوله العالم، وهم كانوا بياخدوا الاول بس هو اللي بيسافر، وانا جبت تاني برضو. يا خبر ابيض، يعني انت دايما، بس اقول لك على هي حاجة، وقفت معايا على نقطه واحده، يعني هو كان 13 وانا طيب ما انا 12. بقول لك يعني واضح ان انت عندك شوية بدلك، بس لما هتفتح معاك نعم، مش هتقف ان مش شاء الله هتقف. يعني. ليه؟ لان ما شاء الله باين عليك انت واختك ان انتوا عندكم اصرار، يعني الباد لوك اللي قبلك ده ولا يأثر فيك، الحمد لله. لان انت ما شاء الله كل من 2019 بطل الجمهوريه، فانت عندك حته بقى عدم التوفيق، والتوفيق دي هتيجي، ويوم ما هتجيلك دهب 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 ان دهب. شاء الله باذن الله. عارف انت البرنامج زمان كان بيجي دهب دهب دهب، فاكر انت ما شفتوش وانت صغيرين؟ طيب النهارده احنا خدنا تاني، احنا كده جاهزين نسافر، يعني هو هياخدوا اول وتاني المنتخب، بيعملوا المعسكر الاول والتاني بس ولا الكل اللي كانوا لا معايا في التصفيات؟ الاول والتاني اللي في كل الموازين، يعني هو بيبدا من 60 67 75 84 مفتوح، بياخد اول وتاني في كل ميزان ويعسكرون بقى في المركز الاولمبي. وزنك انا بلعب 67. 67 وانت يا مان انا بلعب تحت 68. 68، يعني انتوا الاثنين تقريبا نفس الاوزان، نفس الرينج يعني، انتوا كل اخوات حاجه في زي كل بعض. حاجه.